برنامجكم الوتر الخامس، والمرة دي حنمشي مع فنان شاب إلى مدينة الدويم. بنرحب بالفنان الشاب عبد الرحمن آدم. عبد الرحمن الدويم، كل سنة طيب ورمضان كريم. كل سنة وأنتم طيبين، وشكرا أخونا معتصم، وقدم الشكر لقناة الشروق لهذه الاستضافة، وبقول للشعب السوداني كل سنة وأنتم طيبين وتصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله. في البداية أعرفكم بأنه أنا عبد الرحمن آدم، مشهور عبد الرحمن الدويم، من مواليد الدويم. بدايات الدورة المدرسية 87 بمدينة الدويم وإحراز المركز الثاني، ثم الانتقال إلى العاصمة 98 إن شاء الله. لا، أنت في فترتك الأولى يعني كنت بتغني وأنت صغير، ولا يعني بداياتك كانت كيف؟ طبعا البداية بداية كل فنان، يعني زي ما بقول لك الموهبة الواحد بيكتشفها يعني في بدايات، يعني مع المدرسة، الدورات المدرسية والليالي الأدبية، الليالي الثقافية. ثم بعد ذلك يعني إنه الواحد يتدرج في المشاركات، المناسبات العادية يعني في الأحياء، ثم بعد ذلك يعني إنه نقول يعني عافية درجات إن شاء الله. كنت بتغني في الأعراس والمناسبات؟ أي مشاركات يعني خفيفة، يعني مش يعني ما فيها قروش؟ لا لا، بيعزموك يقول لك ترى عندنا عرس عندنا كذا؟ لا لا لا، كانت يعني مشاركات كذا بيعزموك يعني عادي؟ يعني حاجات مش بس بيشارك الأصحاب والأهل وناس الحلة يعني؟ أيوه بالضبط. كان رأيهم شنو في الوقت ذاك؟ كان رأيهم شنو؟ والله طبعا يعني بشكر يعني ناس، أشخاص كثيرين يعني في الدويم وقفوا معايا يعني، وإنه ساعدوني على إنه يعني مثلا يعني إنه الفن ده شيء ما سهل، والموهبة دي يعني حاجة ما سهلة، والناس شجعوني على إنه أنا أستمر وأواصل في هذا المجال يعني، والحمد لله يعني الواحد ماشي يعني كويس. ساعدوك كثير يعني؟ ساعدوني كثير إن شاء الله. بديت كنت بتغني بتقلد فنانين ولا؟ لا لا، انا لما غنيت في البدايه كنت بغني لمجموعه من الفنانين، بغني كوكتيل يعني، ما عندي حاجه كده معينه يعني. الاغنيه اللي بتعجبك؟ الاغنيه اللي بتعجبني يعني. في فنانين كانوا بيعجبوك معينين يعني؟ ايوه، فنان عثمان حسين، ابراهيم عوض، فنانين الكبار، لانه زمان ذاك زمان يعني ما كان في فنانين. هم فنانين كبار يعني. نعم نعم، كان دائما يعني بتختار الاغنيات الايقاع سريع ولا انت صغير يعني؟ والله انا دائما يعني من صغير الحمد لله الواحد بيستمع يعني. نعم يعني الواحد يعني بيختار الكلمة الحلوة واللحن الطيب واللحن الحلو واللغة السريع في اللغة الثقيل كله يعني. أي أستاذ عبد الله، يعني المنطقة مرات بيكون عندها دور، يعني البيئة عندها تأثير على الفنان والنشأة نعم المناطق يعني كل بالذات يعني الفنانين اللي بيجوا دائما من الأقاليم الولايات كلها، الواحد بيشبع بالمنطقة بتاعتي فيها. نعم في البيئة والحاجات دي لها أثر شديد، عندها تأثير في تكوين الفنان، الأداء والشعر واللحن في كل اللحن. نعم يعني نعم. أنت أستاذ عبد الله وأنت ملحن، يعني لو سمعت لحن من كردفان بتعرف ده كردفان. نعم. اللحن من الجنوب ده من الجنوب، يعني كل حتة عندها شكلها وبيئتها. نعم. حتى نعم. في أشعارهم. نعم نعم. عبد الرحمن حتغني لنا شنو؟ في البداية بقدم لكم الودة وارتاح له. كلمات منو هي؟ كلمات الأستاذ عوض جبريل. تفضل. كلمات الحان ارتحلوا شالوا الهنا ورحلوا، ديل ودعوا ارتحلوا شالوا الهنا ورحلوا، ليه يعني خلونا 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 وما رسلوا سألوا
الدعور تحلو شالوا الهنا ورحلوا ديل والدعور تحلو شالوا الهنا ورحلوا ليه يعني خلونا 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 وما رسلوا سألوا فتحنا لها قلوبنا وحفظنا الذامة
الود عرت حلو شالوا الهنور حلو الود عرت حلو شالوا الهنور حلو ليه يعني خلونا 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 وما رسلوا وسألوا الود عرت حلو شالوا الهنور حلو الود عرت حلو شالوا الهنور حلو ليه يعني خلونا 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 وما رسلوا وسألوا. عبد الرحمن انت قلت رحلت من الود عرت حلو من الدويم جيت خرطوم سألوا منك الناس ثاني هناك وكذا ولا برضو زي الأغنية ودعوا أكيد التحلو. أكيد أكيد يعني عكس الأغنية سألوا منك وكذا سألوا لسه الحمد. عندك اتصال بهم ناس الديوم اللي وقفوا معك في البداية لا على طول على طول إن شاء الله. طيب أنت لما جيت الخرطوم هنا يعني عشان تدخل المجال الفني كان سهل إنك تدخل لقيتك عقبات لقيتك صعوبات ولا دخلت كيف؟ والله طبعا الدرب ده في الزمن ده بيقى ما سهل صعب صعب خالص عملت شنو؟ يعني الحمد لله أنا سي ملتحق بموسيقى الشرطة ف يعني بعلاقاتنا مع ناس الشرطة و بموال واحد يعني طرقنا كم باب للمجال الإعلامي عشان واحد يقدم والحمد لله يعني عندنا مجموعة يعني ما هينا من الشعراء أمثلة يعني عندك مختار ضفع الله هسه حاليا تتعامل معاهم معانا وأستاذ كردفاني في التلحين أي في التلحين يعني الحمد لله يعني الواحد يعني أداه زي ما قالوا أداه حس بأنه شنو حسيت يعني انه اختلف من الفترة اللي فاتت اي اختلف من فترة الدين اي في دراسة موسيقى يعني الحمد لله الواحد كثير يعني درس موسيقى هو يا أستاذ ايوه ايوه بدرس الآن في موسيقى لا درست الحمد لله درست موسيقى درست شنو درست موسيقى عامة يعني افادتك في في حاسس انك انت يعني افادتك افادتني كثير جدا نعم وطيب انت هنا تفاعلك مع المجتمع كيف ما هو لازم الانسان يعني ما يقعد في حتته ويقول انا والله ما قادر اسهر يعني متحرك كيف بتمشي منتديات بتمشي انا استاذ عبد الله كردفاني بتمشي يعني بتتحرك ولا انت قاعد في حتتك ودائر لا 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 الناس تجيك يعني والله انا اكون معك واضح يعني اهم شيء انك تكون واضح اي يعني لا يعني احنا في ولا في شويه كسل في شويه كسل نعم في شويه كسل والكسل ده يعني له دوافع له اسبابه يعني طيب كسلان ليه دوافعك شنو والله يعني بقول لك يعني بس زي ما قالوا نادرا تلقى الاذن الصاغ يعني بقت يعني مشكله يعني ده زول يسمعك اي الزمن ده بالذات يعني الاذن اللي بتسمع الغنى الغنى الراغي والغنى السمح الغنى الجميل والكلمه الجميله واللحن الجميل يعني في الزمن ده بقت شويه كده يعني الناس دارت تتحرك اي الناس يعني بقت انت هنا ما بيشارك في اي منتديات في اي مناسبات والله انا ما شاركت ما بقى يعني ما شاركت ما شاركت لحد اللحظه طيب اجهزه الاعلام ظهرت من خلال اجهزه الاعلام ولا لسه ظهرت في الاذاعه من قبل يعني اقول لك 2004 كان قبل 6 سنه كان في استوديو النجوم ظهرت أيوة. برضه استاذ صلاح طه ايوه نعم كتر خير وبارك الله فيك. قول لي رمضان كريم. ايوه بالمناسبة دي يعني اقول للاستاذ صلاح طه كل سنة وانت طيب ورمضان كريم وتصوم وتفطر على خير ان شاء الله. وقف معاك و وقف معاي والله. نحن برضه بنحييه برضه وقف معانا، احنا بدايتنا في الاذاعة برضه استاذ صلاح ما قصر معانا ووقف معانا استاذ صلاح طه وصلاح الفاضل كل الصلاح صلاح. يا استاذ عبد الله هو يتكلم عن الكسل، الكسل ده عدو للفنان اظن. والله هو الكسل هو المفروض الفنان ما يكون كسلان. الفن بالذات يعني داير سك وداير جري شديد وداير تعب لازم تتحرك داير علاقات نعم لو اصله يعني انت النصوص ما بتجيك في محلتك وانت راقد نعم. الملحن ما بيجي يسكك وانت راقد الاعلام ذاته الاذاعه انت لو ما سكت دربه بوين وبتاع ما تعبت وما اجتهدت ما بتصل داير اجتهاد وتعب اي اللي تبقى تغني بس في اطار ايوه نعم فما بتتقدم فلازم الواحد يتعب عشان يصل انت عبد الله بتقول ليش في كسل وده انت سمعت صوته انا والله الحمد لله سمعته انا عبد الرحمن يعني من ضمن المجموعه اللي معي في موسيقى شرطه ولايه الخرطوم في مجموعه طيبه جدا من الناس وفي يعني من هنا انا برضو بشكر غايدنا الرجل الظريف سادة الرائد علي
علي عبد اللطيف بنشكره جدا لانه اهتم بالموسيقيين. ايوه بنقول لكم كل سنه طيب رمضان كريم، واهتم بالموسيقيين يعني يعني ريح الناس عبد الرحمن ديل كل المغنيين جابوا يعني استقطب لهم من خيره العازفين يعني الممتازين جندهم معهم وجاب لهم الشعراء وجاب لهم ملحنين يعني دي كلهم ممثلين جهزهم مناخ طيب جدا جدا يعني ما قصر مع الناس يعني نشكره جدا يعني على هذه تعتبر ودرسهم موسيقى عمل لهم فصل وجاب يعني ناس اساتذه كبار انس العاقب استاذ انس العاقب واستاذ منو كان عندكم ثاني جاب لكم عبد الله ميجو وعبد الله ميجو عبد الله شمو الله يرحمه كان توفى قبل ما توفى جاب خيره الناس يعني وفر لهم يعني اي شيء نعم يعني بيجي نعم الموسيقى بتاعت شرطه الولايه ده بخته يعني محسوس حقيقه ان احنا بنحييهم دور كبير بيقوموا به يعني كل الناس اللي ذكرتهم ديل هم يعني في الاجهزه الاعلاميه وقاموا بدور كبير استاذ انس العاقب او الدكتور انس العاقب برضه ساهم معانا وساعدنا في بداياتنا وكده يزول في بدايته داير زول يساعده والاعلام ده جزء من المساعده يا عبد الرحمن الـ 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 الان انت بتفتكر انك يعني قدرت تسهر او 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 يعني شويه محتاج زي ما بنقول نحن يعني منفذ اعلامي والان انت الان على معانا على الهواء في رمضان وده منفذ اول مره تسهر على الهواء في في برنامج تلفزيوني والله الواحد في غايه السعاده نعم انه يعني ما ظهرت في برنامج تلفزيوني والله انا ما ظهرت في برنامج تلفزيوني يعني انا كفرد كده براي نعم. ما حصل نعم لكن كنت في مجموعه طبعا احنا هناك بنغني مجموعه الموسيقى تحت الشرطه دي عندنا بنغني كذا كده جماعي يعني الاداء الجماعي الحمد لله بيختلف يعني كبير يعني بيختلف يعني انه ما يعني الواحد ما بيقف على امكانياتك نعم. انت كفرد يعني يعني انك بتتغير انت كمجموعه وانا يعني ما بقول لك يعني زي ما اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لكن الاداء الفردي طبعا عنده خصوصيته آه اللي حتغني لنا شنو؟ قدم للخير نعم كلمات استاذ شاوض الرضي حقيبه حقيبه نعم تفضل دارا بقول فيها طرفه لذيذه جدا نعم تفضل قبل ما اغني بس تفضل استاذ ودردي قال النص ده لما كتبه الدنيا قامت وقعدت كل الشعراء ليه مالهم اللي هو عبادي وجغري وش قال يا استاذ محمد طبعا زمانك ما بتشوف بيت انت نعم ما بتشوف بتكتب فيها من الصعب انك تشوف البيت فقام لما كتب القصيده قام وقال يا محمد اخوي انت بقيت تتغزل في بناتنا الكلام ده معيب قال لهم يا اخوانا ما تغزلتهم قال لي طيب ده شو الكلام شفت في عيناي شفت في الاحلام البيض هذا قال لهم يا اخوانا والله انا ما شفت اي بيت لكن الكلام ده انا قلته كنت نايم كنت بحلم قال لي كيف الكلام قال لهم اقروا القصيده للنهايه فقروا النص كده رجعوا قالوا صحيت ندمان نومين قله اتناوم غش وهواي كله حاولت النوم لكن كله هياته يعود الكان ولا يا سلام قعدوا يضحكوا قال ما شافه قال له ما شفته قال حلم بس في حلم يعني نعم زي ما قلت انت قبل كده الشعر ده مرات بيجي ولا أيوة في لحظه كده تفضل يا عبد الرحمن بحب انا احيي الغايد على عبد اللطيف وكل الزملاء وحيين اقول لهم كل سنه طيبين ورمضان كريم طيب رخيم نغمات خلي
جنادا شفت في الأحلام ضبيات هذا برخيم نغمات خل جنادا عبرات الشوق بيزدادا تلكم أحلام ليت تمادا من المحبوب شفت الحسن الحافل رافل في ثياب العز والعز كافل شفت الحسن الحافل ورافل في ثياب العز والعز كافل ورايع وراحل متاي وغافل حد لاد وضامر وكافل من المحبوب وابصر واجل وظن مراقب صدق العاقل واضح جيد وابصر واجل وظن مراقب صدق العاقل وقلب المخضوب فوق للثاقل وقلل اليمنى ومشى متاقل من المحبوب ليالي الخير جادا من المحبوب نسائم الليل وصحيت ندمان نومي تقلى أتنا ومغش وقواي تقلى وصحيت ندمان نومي تقلى أتنا ومغش وقواي قلا حاولت النوم لكن قلا هيهات يعود الكان ولا يا ليت يعود هيهات يعود
ويا ليت يعود وهيهات يعود ويا ليت يعود وليالي الخير جاد من المحبوب نسايم الليل عاد من المحبوب. عبد الرحمن يعني شباب كثيرين زيك بيكونوا برضو لاقوا برضو بعض الصعوبات اللي انت ذكرتها الان, وبتفتكر شنو الناس ممكن تقدموا اليوم عشان الناس تمشي لقدام؟ والله انا بعتبر يعني انه هسي الحملة زي ما قبل قايمة اليومين ديل على الفنانين الشباب بأنه مثلا عدم ترديد أغاني الغير, وهنا يعني أنا بحس بأنه مثلا الفنانين الكبار لو قاموا احتضنونا لحد ما الواحد يقف على رجلينه زي ما بيقولوا في الكوة شوية يعني. أي مش في الكوة, في الكوة مؤقتا يعني, ما هي شوية يعني أنت بتفتكر أنه هي خنقة شوية عليكم وداير شوية يعني يا لا يقفوا معك عديل يعني, مش يمنعوك يقول لك ما تغني غنانة يعني يعني يجيبوا معك اي يخلوك تغني يخلوك تغني ويخلوك ذاته ويساعدوك يشوفوا الكلام ده. قولوا لهم انت الان في رمضان يعني. وانا والله يعني بناشد يعني بناشد اساتذتنا يعني الفنانين الكبار بانه مثلا يعني والله يا اخي نحن ديل والله محتاجين لكم, نعم محتاجين لكم بجد يعني, يجيبوا معنا اي تقفوا معانا نعم, ونحن ان شاء الله خلونا نجيب على رجلينا وبعدين نعمل حقنا. نعم. ما عندك مش ما في مشكله, نحن معاك بنقول لهم. وطبعا هم عندهم خبرات وعندهم تجارب يا استاذ عبد الله, ونحن هيك استاذ عبد الله الكردفاني وبنقول لك شكرا لك, وبنحييك عبد الرحمن ادم, عبد الرحمن شهير بعبد الرحمن الدويم. انت داير لازم الاسم الفني ده نقوله لك, حنقوله لك عبد الرحمن الدويم. وبحيي المشاهدين الاعزاء اللي تابعونا في هذه الامسيه, وحتى نلتقي في حلقه جديده من برنامجكم الوتر الخامس. دائما بحييكم دائما.